إذا كان هناك سلاح عند عصابات عند ناس آخرين مو رسميا تابعين للدولة، نقول نعم هذا هو السلاح المنفلت، وإما أن يأتوا إلى الطريق بالتي هي أحسن ويسلموا الأسلحة مالتهم، أو أن الحكومة مسؤولة على أن تنزع السلاح بالقوة. تصريحات لافتة أدلى بها نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون لمونتي كارلو الدولية، كان من بينها إعلانه عن قرب انتهاء خصومته مع الصدر. على مقربة سينتهي، هناك تواصل إن شاء الله على نية أن ينهى هذا الخلاف من قبله ومن قبلنا. إلا أن التيار الصدري سارع وعلى لسان مقرب من الحنانة إلى النفي القاطع لأي وساطات أو لقاءات أو نية للصلح مع المالكي، وهذا راح يدفعنا إلى الاعتقاد أن المالكي بتصريحه هذا أراد أن يدفع الصدر إلى النفي كي يؤكد أمرين: الأول هو تأكيد ابتعاده عن الساحة السياسية والمشهد السياسي، والثاني هو زيادة فترة هذا الابتعاد، وإحنا نعرف شلون كان الصدر فاعل ومؤثر في هذا المشهد السياسي. فلست ممن يعادي أحدا على الإطلاق، وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة، أو ممن سكتوا عن التسريبات الأخيرة، فلا أكن لهم إلا طلب الهداية، لا لأجلهم بل محبة بالدين والمذهب والشعب والوطن. إلا أن أخطر ما صرح به المالكي في هذا الحوار هو ما تحدث به عن الانتخابات المبكرة التي شكلت واحدة من أهم تعهدات السوداني. ما دامت الأمور سليمة والعملية السياسية مستقرة والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به، فلماذا الانتخابات المبكرة؟ نحن لم نصل إلى هذه المرحلة لحد الآن، نعتقد بأن النتائج وما ترتب عليها والحكومة وما قدمته ممكن أن يستمر إلى نهاية الدورة. هذا الموقف عندما يأتي من شخصية بوزن المالكي يعني إعلان رسمي عن تنصل الإطار وحكومة السوداني عن إجراء الانتخابات المبكرة في توقيتها اللي أعلن عنه بالمنهاج الحكومي، ويعني أيضاً إننا أمام 3 سنوات قادمة وربما أكثر سنعيش فيها تفرد الإطار وشركاء في ائتلاف إدارة الدولة بالحكم والسلطة، إلا إذا فاجأهم نمر الحنان الجريح بانتفاضة هو من سيختار موعده. السلام عليكم، مناقش الملف الأول لحلقة الليلة مع عضو ائتلاف دولة القانون عضو مجلس النواب السيدة عالية نصيف، كذلك مع أستاذ الإعلام والباحث في الشأن السياسي دكتور غالب الدعمي، حياكم الله ضيوف الكرام. أي شو أقول، طل البيت المطيرة وطارتني في الطيرة، شو أقول شو أقول؟ أول العراق لكل العراقيين، لا عراق لكل العراقيين بس هذا التيارات وكل المذاهب، هذا الإعلان انه ماكو انتخابات مبكره، الامور ماشيه، هي فعلا ما راح تمشي 3 سنوات يجوز اكثر، راح يبقى الاطار حاكم وتبقى حكومه السوداني والدوره البرلمانيه تخلص، وهذا عكس تماما ما يتمناها ويرضاها الصدر على الاقل والجمهور الاخر اللي كنتم معدين بانتخابات مبكره. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك استاذ احمد ولضيفك الكريم ولمشاهديكم. خليني اول مره اثبت بان ما طرحت من تصريحات وإطلالة المالكي في الإعلام أو في العملية السياسية أثبت بشكل قاطع بأنه رجل مصنف، وهذا التصنيف يرفعه إلى ربوية العملية السياسية وإلى زعامتها. يعني كان الكثير وجنابك تستخدم كلمة الدولة العميقة، أنا أقول لك الدولة العميقة بالعمق السياسي، المالكي يمتلك الدولة العميقة بالعمق السياسي وفهمه لأدوات لعبة العملية السياسية. أيوة فهو تصنيف فيعني حتى هذه من يقول التصريح من يقول انه قريبا راح الصالح ويا الصدر، هو صادق
نيته وبداخله هو لا مو النيه هو هناك رغبه هناك رغبه شوف اكو فرق بين الوساطه انا حكون كلش دقيقه بالكلام لان هذا الموضوع حساس زين اكو رغبه ذو طابع ديني ولا تسالني ارجوك استاذ احمد لان ما اقدر اوسع بالموضوع اكو رغبه ذات طابع ديني مذهبي بضروره لملمت البيت الشيعي المذهبي بايجاد اساس مشترك بين هذين الزعيمين اي هذه الرغبه هسه الرهبر هذه الرغبه ماكو غير الرهبر هذه الرغبه سيد علي خامنئي لا لا مو خارجيه داخليه مو داخلية. لا تسالني يعني مو لا تفوتني متاهات لان ما اقدر افوت لا داخليه خلاص داخلية. انا عبالي اروح على سيد حسن نصر الله كذا لا لا داخليه عراقيه بامتياز جيد هذه الرغبه سيد وصلت للسيد المالكي سيد محمد رضا سستاني شوف لا ما مو صحيح جيد. مو صحيح زين هذه الرغبه وصلت للسيد المالكي هذه الرغبه وصلت وصولها لسماحة السيد مقتدر غير معلوم لدى السيد المالكي لأن هي رغبة مو وساطة وبالتالي هذا لذلك من أعلن السيد المالكي أعلن على هذه الرغبة اللي جدتي يعني رغبة من شخص محايد على الطرفين يعني مو راح بوساطة من شخص وجاك إلى وجاك شخص وجاكم الرد سريعا شوف إيش قد مثلا سيد مقتدر الصدر ما مهتم للموضوع بحيث احتراماتنا للأخ اللي غرد وقال دزلكم واحد من طرائف العرب قال لكم لا والله لا أكل إقاعات شوف هي مو سألت صلاح هي مو سألت من طرائف العرب دزلكم واحد هي ليست القضية يعني من أطراف العرب وغيرها الآن سبق وأن قالت لك العراق أكبر من أي مسمى جيد. وبالتالي لملمت هذا البيت بالشكل الذي يقوي فيها هذين الطرفين مهم جدا والله أنا أردحك عن انتخابات لأن هذا يؤدي لاستقرار استقرار العملية السياسية استقرار العملية السياسية إيش عنده سيد ليش ما يصالح إيش عنده المالك تحياتي إليك أحمد والسيدة الضيفة الكريمة بارك الله عمرك هو ليس جريحا السيد هو أسد الحنانة وليس جريحا هاي تصحيح لمقدمتك دعني أعترض عليك اعتراضا كبيرا بالمناسبة يعني النمر الجريح هاي هذا مدح هذا ثناء هو ليس جريحا هذا ثناء لا باعتبار الأخطاء اللي مر بيها الخسارة الكبيرة اللي خسرها سياسيا هو يبتعد ويرجع يرجع واثبت نمر جريح يثب واثبت نمر جريح لا ربما انسحاب خدمة لما أشارت إليه السيدة النائبة وأنا أقول لك إياها هي ذكرت كلام وهي عندها معلومة وأنا أيضا عندي معلومة أكو توافق إقليمي شيعي حتى ذكرت أنت سيد حسن نصر الله نعم له علاقة بالأمر جي. وحتى النجف لها علاقة وحتى الجمهورية الإسلامية لها علاقة جي. هناك دفع شعور نعم صحيح. شعور بأن هناك ما يحاك ضد هذا المكون الشيعي هناك ما يحاك وضرورة ترك المهم والذهاب للأهم الأهم التوافق وللمرة الأولى وأنا طبعا متابع لخطاب السيد مقتدى الصدر وخطاب السيد المالكي قال بالصريحة يعني نحن على مقربة حتى وإن السيد اللي غرد أعتقد الرباعي أحمد سيد أستاذ أحمد الرباعي حتى وإن كان غرد سواء من داخل نفسي أو وأعتقد ليس من يعني لا تعرف ليس من الحنان لا إدارة الإعلام إدارة الإعلام بالتيار الصدري حاسمة وحازمة لا مو إحنا قبل تشكيل الحكومة سمعت تغريدات سيد أحمد الرباعي نزل تغريدة يقول ماكو لازم جاي عاز قبل تشكيل الحكومة أيضا سمعت بعض التغريدات من شخصيات ربما أكثر أقرب من السيد أحمد ولا قال لن تشكل الحكومة ولكن السيد الصدر أصر على البقاء بالانسحاب إذن قرار هذا القرار فقط مناط بشخص السيد مقتدى الصدر لا غير لذلك أي كلام يقال غير هذا أني أشكك به جيد إذن تتوقع أنه هاي الوساطات الداخلية والخارجية بما أنه بدأت من طرف مهم إذا تسمح لي راح تنجح في إقناع السيد مقتدى الصدر بالصلح وقالها في الخطاب سمعتها أنت الآن لا في الخطاب السابق نعم الخطاب السابق هو سابق أي. وأشار لها ما ذكره السيد نور المالك زين بأن أهمية المذهب والمكون إذن احتمالية الصلح قريبة أنا أعتقد جيد. أن حتى لو الآن في داخل السيد مقتدى الصدر لم يعطي الموافقة ولكن على يقين جيد. ومسؤول عن كلامي بينما أنها بدأت بصدق نية من السيد نور المالكي جيد. ستلقى إيجابا جيد. وترحابا موقف اليوم أو بعد غد جيد موقف رائع والله من السيد المالكي وجزاهم الله خير اللي جاي يسوون واسطات حتى يصالحون الزعيمين لكن في أجواء يجي السيد المالكي يقول انتخابات ماكو مبكرة وهاي الحكومة لازم تكمل الدورة هذا واحدة من الأمور اللي تنسف أي جهود للوساطة يعني أنا حسب المعلومات ومتابعاتي مو كلش يعني
السيد متوجه إلى الدخول بالانتخابات. يعني أنا حتى لدي معلومات مرشحة شبه يعني مؤكدة من ناس مقربين بأنه حتى الانتخابات المحلية مهمته. قد يكون الاستعداد كما يحصل في كل مرة باللحظة الأخيرة، بس الاستعدادات والمؤشرات غير متوفرة. السيد المالكي عكس كلام ما ورد في القانون أستاذ أحمد. القانون نزل بتوافق سياسي قانوني بمجلس النواب، وإذا تقرأ المواد اللي وردت في القانون توافق ائتلاف داخل الدولة. إذا توافق، إذا المالكي في تصريحه هذا عكس ما موجود في القانون. التيار الصدري شلون يرجع لمجلس النواب إذا منتخبات مبكرة؟ وشلون أضمن أني الإطار يقود حكومة لثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف قادمة ويسمح وجهة نظر ويمنح مساحة للصدر بالعودة؟ وجهة النظر لكل القوى السياسية بأن هناك نوع من الـ من الـ من الهدوء حصل في العملية السياسية الذي يعطي وعمل للحكومة أن ممكن أن تؤدي ما عليها ولها في إلى نهاية الدورة. هذا أيضا قيادي صدري سيد صفاء الأسدي كل ما طرحه المالكي لا صحة له مطلقا، لا حوار ولا لقاء ولا التقاء. ما أنت لو تنتبه لكلامي أنا قلت أنا يعني أنا تحياتي إلي بس أنا إيش قلت رغبة ذات طابع ديني مذهبي توجهت هذه الرغبة. جيتك أنا هسه أنا ما متوسطة، أنا جيت إليك قلت لك إحنا نريد ندخل، بس رغبة إلها كلمتها وإلى جيت إليك بس بعدني جزء ما رايح للطرف الآخر. ارجعين هو لا. الرجل كلش صريح فأعلن عنها خلاص. لا, لا, لا واضح لا. أنت تعرفها ويذبها بتبنها. السيد مع صالح المالك ارجع لي على الانتخابات، راح تستثمرونها تستغلون هذه ثلاث سنوات تسيطرون على الدولة بالكامل، تسوون القوانين اللي خلي أقول لك تمنع الصدر من العودة، تسوون القوانين الانتخابات اللي تضعف الصدر حتى إذا يرجع. أضعف قائمة اللي إذا تشتغل إلى الانتخابات القائمة هي دولة القانون. حتى إحنا ننتقدها ثلاث سنين قدامكم داخل مجلس النواب. القوى السياسية الأخرى وحتى من تولى الحكومة ده يعمل بمشروع سياسي أن يطور نفسه وأن يصل إلى حصول على مقاعد متقدمة جدا، إلا دولة القانون لا تعمل هذا الشيء. فالمراهنة على أن البقاء لثلاث سنوات من أجل كبر دولة القانون، أنا أقول لك لا، دولة القانون في أتعس حالاتها في 2014 اللي كانوا المراهنة ثلاث سنوات مو أكبر دولة القانون. استعالي خلينا كمل ثلاث سنوات الإطار يقود الدولة، تخيلي شنو راح يسوي على المستوى التنفيذي على المستوى التشريعي. نعم شوف طبعا أنا أقول لك في راح يحجم من قدرة التيار الصدري بالعودة والأطراف في دولة في إدارة الدولة ممكن، أما دولة القانون في أضعف حالاتها كانت كل السيوف توجه لها هي طلعت مقاعد. زين أنتم مو قلتوا انتخابات خلال عام؟ احنا انتخابات مبكره لا. عندنا انتخابات للمجالس المحليه وهي تحتاج لها استعدادات قد تكون في الرابع للسنه القادمه. السنه القادمه احسن وانتخابات مجلس النواب 30 السيد الاطار انا بس خليني اضيف لك قانوني. الاطار والسيد السوداني الزم نفسه باجراء انتخابات بعد استكمال ما يخالف هسه حجوك وانا هاي دار اضيف فيها. انا اذا اسوي قبل الانتخابات مو 45 يوم، مو الدستور يقول 45 يوم في الماده 56 اسويها قبل 48 يوم مبكره ولا مو مبكره؟ هذا الالتفاف. أنا أعطيك مثل كلمة المبكرة. أنا امرأة قانونية، كلمة المبكرة إذا قبل 10 أيام هي مبكرة، قبل يومين هي مبكرة، قبل 46 يوم إذا قبل 24 ساعة هي مبكرة. رحتوا بالزلق. لا بالمناسبة حتى أوضح صورة، مرات هم بالبرنامج الحكومي قالوا انتخابات مجالس محافظات مبكرة ولم يشيروا إلى انتخابات أبدا. اللي يقول لك أشاروا إلى انتخابات مبكرة لمجلس النواب هذا واهم. أعطني تصريحا لأي شخص فقط أما الإدارة سأقدم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات خلال ثلاثة أشهر كمل ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة فقط. قال وانتخابات خلال عام اسمح لي قال انتخابات مجالس انتخابات مبكرة تفسروها الانتخابات المحليه تفسرها السيد الحربوسي مبكره قال انتخابات مجالس محافظات ماكو المبكره ما تنطلق هذا الوصف لا يطلق على انتخابات مجالس المحافظات. احنا اتفقنا حيلة شرعيه ذكرت السيده النائبه خلاص حيلة شرعيه انا احكي حيلة قانونيه ابدا حيلة شرعيه مو شرعيه حيلة شرعيه ببساطه اخر اللي يقصده يعني انه خلص هاي ثلاث سنوات واضح يعني زعيم مثل المالكي اكبر 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 ائتلاف داخل الاطار. استاذ احمد خليني اقول لك فشي يعني هو السيد مقتدى الصدر دائما يقول نحن نريد الاصلاح
تمام وانسحب ترك الجمل بما حمل للإطار. وأي واحد الآن بالشارع السئلة حتى لو طفل يقول لها الحكومة شنو، يقول لك حكومة الإطار، حتى ما يقول حكومة إدارة الدولة. وهم هاي الكلمة يعانون منها الأخوة في الإطار، دائما يقولوا لسنا نحن فقط، هناك الكرد والسنة. إذن السيد ترك لهم المجال، انجحوا في خدمة الدولة، إن خدموا المواطن ونجحوا، هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر سينقلب على النجاح؟ والله لن ينقلب على النجاح، بل سيدعم النجاح. أنا مسؤول عن نفسي وأتكلم بصراحة، وأي مواطن عراقي يرى النجاح من أي حكومة بغض النظر على عناوين هو العنوانات. الفكرة اللي أريد أوصلها أنه هاي النية باستمرار هذه الحكومة لنهاية الدورة 3 سنوات بعد ستضعف الصدر. شوف لا لن تضعفه، بس أقول لك شوف حتى كلام شوف حتى كلام السيد نور المالكي أنا أعتبره موجه للسوداني مو للسيد الصدر. شون هو لو مكمل الحديث مالته قال إذا فشلت الحكومة لا نسوي انتخابات مبكرة. يعني شنو هذا المال للسيد الصدر ولا للسيد الحكومة؟ ضمنها بالنجاح، ضمنها بالنجاح، كلامه واضح جدا. إذا هاي رسالة مو للسيد الصدر، رسالة انتخابات للسيد الحكومة الحالية، إن انجح النجاح وفق رؤية السيد المالك وليس في ربما النجاح. ليش ما تركز على كلام الآخر؟ كلام الآخر اللي يقول ما دام الآن الأمور زينة ومستقرة بدنا نمشي، وهذا الآن مع إنه هاي الحكومة أنا على يقين هذا الكلام موجه حرفيا ونصيا للحكومة السيد السوداني، وربما مرتبط بارتباطات معينة لائتلاف القانون. ائتلاف القانون يقول لك أنا ما حصل شيء بهاي الحكومة، أقل جهة أخذت هو السيد المالك يعتبر نفسه أب هذه الحكومة، هو قال أنا أب وأنا رعيتها، إذن هذه الحكومة أنا مشرف عليها، يعني هو الأب بروحه كما يرى نفسه على هذه الحكومة. لكن إذا تقارن الأبوية مالته وفق رؤيته مع ما حصل عليه كائتلاف دولة القانون ويتناسب مع هاي الرعاية، يشوفها قليلة. لذلك هو يحذر كلامه تحذير نفط وزراعة وزراعة كلامه تحذير كلامه تحذير لحكومة السودان وأنا مسؤول عنها، بأنه في حالة عدم نجاحك يا سيد السوداني الانتخابات موجودة. زين واضح الانتخابات يراد لها توافق ويراد لها حساب، تحسبون حساب أنه الصدر يجب أن يشترك به. تلاعبتوا بقانون الانتخابات فيما بالضد من رغبة الصدر، والآن حددت موعد لانتخابات مجالس المحافظات منتصف 24 وثلاث سنين يلا تصير انتخابات. صدق ايش راح يبقى له؟ شو راح يقدر يستعد يعني ويرجع؟ انا المعلومات اللي عندي بان جمهور الصدر جمهور ثابت ولا يتاثر باي عامل يعني ماده قانونيه تعلق بالنظام الانتخابي، لان في كل الدورات هو نفس جمهوره، يزداد ينزل قليلا ولكن هو الجمهور الثابت له. ولذلك انا اذا انتبهت الكلام قلت لك حتى لو قبل يومين يعلنوا رغبتهم في الدخول للانتخابات حتجيهم مقاعدهم ذاتها اذ ما تزيد او اي تردون تنوموهم بالعسل، نوموهم بالعسل، نوموهم. لا هي مسألة تانية، انا دا قانون انتخابات غيرته مفوضيه راح تغيروها وما راح يكون لهم ممثل بالمفوضيه. هذا اتفاق من بدايه التشكيل بان المفوضيه تتغير، لان اتفاق بدون مشاركه الصدر. القرار المحكمه الاتحاديه التي تم غير ملزم. لا القرار غير ملزم. ماده 94 من الدستور واضحه بالالزام في هذه. عليه قالت تقترح انه غير فقره كل بس كل العدل الالكتروني المحكمه الاتحاديه ايش قالت؟ بس لا اشارت الى هواي مؤشرات موضوع التزوير اللي حصل في هذه الانتخابات، ومن ضمنها حتى مؤشرات على المفوضية. وكل كلمة تذكر في قرار المحكمة الاتحادية فهو ملزم. هذه واحد. من يريد أن وحدة الصف الشيعي وعودة الصدر إلى العملية السياسية والتيار الصدري إلى العملية السياسية ما يستفز الصدر بهذه الإجراءات. انتوا هسه تقولون نريد نروح نصالح وياه، بس انت هسه انا الدليل بين ايدي. المالكي خرج وقال اني ارحب واني اريد فاتح ايدي في الف مره لذراعي للتصالح، يعني معناته هو له رغبه في ان يدخل الصدر في وان يكون شريك قوي في العمليه السياسيه. فشون انت تقول احنا نريد نموت ونريد كذا ونريد كذا؟ المالكي يستخدم هنا هو سياسي ماهر وماكر. يستخدم علم علم الاجتماع السياسي. انت تعمل بالنوايا لو نوايا. تعمل بما يظهر من كلام تحليل هذا نوايا. يعرف نفسية السيد الصدر أوضح سياسي يعبر عن رأيه هو سيد المالكي في آرائه، وبدليل كثير من الأمور يحكيها. وإحنا مرات اللوم نقول إيش تقول؟ يقول يعني هذه الجزمة. تتفق أن التيار الصدر يقدر يعود بقوة رغم سيطرة الإطار وتغيير قانون المفوضية وتغيير قانون الانتخابات؟ يقدر يعود الانتخابات السابقة اللي حصل بها 54 صوت، وكان هو وفق القانون اللي بزمن عادل عبد المهدي كان وفق 1.7 أعتقد وفاز.
جمهور التيار الصدر واحد إيه بس 54 لكن إحنا الآن نفكر معادلة معادلة ونغيب عوامل أخرى ما تعرفوا إحنا يعني هذا ليش شنو السر هذا الكلام مال السيد نور المالكي يجي اعتباطا هذا الرجل المتعند واللي عنده خلاف شديد مع السيد الصدر وكان دائما يتكلم بقسوة كما قالت بوضوح يعني أقصد على السيد الصدر لماذا يقول الآن في كلام آخر تماما في الزاوية الأخرى بمعنى هناك رؤية هناك شعور لا هناك شعور أكو شيء ما يرسم لا لذلك يريد أن بصراحة حسيت عليه وقلت لك أنه أكو جهات نافذة تأثر على الطرفين وصلت الرغبة للسيد المالكي وكان جوابه هذا أنا مستعد مو هذا السبب جيد مستعد أبد مو هذا لكن احكي لي هل راح يقبل الصدر السبب أكو شعور بتهديد خارج العملية السياسية والإدارة المكون الشيعي للإدارة في العراق ولذلك صارت الرغبة هاي هاي الرغبة مبنية على تهديد صحيح. شعور ورسائل وصلت رسائل ورسائل واضحة للإطار التنسيقي احكي لي رد أنا أريد أعرف الصدر يقبل ما يقبل شوف صارت مؤشرات هسه صار تأكيد عندنا حتى بالحلقة أنا أشرت راح يقبل السيد الصدر أنا أشرت لك بالوجه بالبارت الأول قلت لك بدت وبقوة من طرف اليوم احنا نسميها مرات نقول الأفعال المرجعة يعني واحد يقول باب بر أسبوع يجاوبه هذه الرسالة إذا استمرت بهذا المستوى من السيد المالكي إذا الصدر سيفتح له الباب وأنا مسؤول عن كلامي للصالح ليس الآن ليس غدا أشكر. ولكن سيفتح الباب بما أنه أكو رغبة حقيقية من طرف إذن أكو رغبة زين من كان يتوقع السيد الصدر يشيل تليفونه ويخابر السيد نور المالكي من كان يتوقع بالأيام الأزمة طبعا من كان يتوقع إذن عليك مثل ما توقعت بتليفون السيد مقتدى الصدر عليك أن تتوقع باتصال ولقاء أوكي ممكن أي وسيط تجيك لي يا أبو عمان انسحبت أنا ما لي علاقة بالسياسة بس هو مو سياسة الموضوع الموضوع خارج عن السياسة أقوى من الموضوع السياسة رجال عم يقعد واعتكف وقال ما لي علاقة وده يشتغل بالأمور الدينية فقط أنا اسم مكاني أي واسطة هي هاي الرغبة جزء من الأمور الدينية ده نقول لك ذا طابع ديني مذهبي هذه الرغبة أصدق ما لها علاقة بالسياسة الثق أسد ذكرت توحدون الشيعة لا مو مسألة وصلتوها للحرب الأهلية هسه احنا الجهة اللي هي شوف ما أريد أضيف لك هي النقطة اللي أريد أضيفها من ردة كلام اليوم أكو إدراك واضح من التيار بأن ليس المنافس لهم هو دولة القانون أكو الكثير من المنافس ما يسمى بالضد النوعي موجود وده يتحرك وده حيكون إله يا عصاب عصاب شاب العصاب الوضعية والله حلوة جاب الأعصاب الوضعية تقول ضد النوعي ضد النوعي مثل ما قلت لا أنا ما أقول هذا الشيء تقولوني وأنا مأقول لا ضد النوعي لتفسير واحد لا أسرع إدراك أكو من عدهم بأين ليس العدو هو السيد المالكي ليش عدو يعني منافس أكو بعد من يغذي هذه الأمور لإحداث هذا الشقاق فاليوم أكو إدراك من التيار بأنهم ليس المنافس أو الجهة المعادية هي دولة القانون أكو غير هواية هذا أولى أنه تشركون الصدر حتى لو رفض الاشتراك بالحوارات المفاوضات التواصل السياسي حول قوانين حساسة ومهمة هسه هو كلام جدا وإذا رفض أن يشترك أو يدز مبعوث انتوا لازم تحسبون حساب اعلان السيد المالكي يا سيدنا اخونا زعل هذا دبل يالك اعلان السيد المالكي على عدم اعطاء الرغبه المطلقه للحكومه بان هو موافق عليها الموافقه عليها هاي مو مطلقه ده يقول لك انا شو وقت ما تفشل انا علي اداكم لا يوحي بذلك اداكم لا يوحي بذلك شلون بيادي اجيب لك اياها من اول يعني ما انسحبوا يعني الجماعه يعني انتوا ما قدرتوا شو اسمه كان اخرتوا التشكيله مو تشكيل الحكومه لا بدي ارجع للانسحاب ال 73 سويتوا جلسه استثنائيه حتى تجيبون البدلاء شوف با عليه وارجع لك على قانون الانتخابات مره اخرى وارجع لك حتى تصريحات من بعض اطراف المتحدثين بعد الانسحاب الكثير من المحاولات اللي صارت داخليه وخارجيه للثني عن الرجوع السيد كان كلش معاند حتى قال للحلبوسي جيد لا بالتزامن مع الوساطات يعني والصلح بين الرجلين ايه بالتزامن صارت انتم المفروض تحسبون حساب صارت الرجل الان زعلان ماخذ موقف
المفروض ليش ما ادري ايش يصير؟ لا لا مش يصير، لا تروحون على قانون انتخابات هو ما يرضى عليه هذا القانون، لا تروحون تغيرون المفوضية وما الى ممثل فيه. هذا القانون قراءة اولى، قد يدخل في نقاشات، وانا متأكدة سوف يكون هناك طرح للتيار بموقفهم من هذا القانون. ما تشوف انه اكو استغلال لغياب الصدر بكل هذا؟ شوف استاذ، اكو استغلال. احنا اذا نتكلم بواقعية بعيدا عن المجاملة، حتى بعد انسحاب التيار الصدر، وانا دعني ايضا اختلف مع السيدة النائبة، السيد النائب الفاضلة، تلقون الاستقالة قبل 15 يوم، صوتوا هم في عطلة هم ما قدروا ينتظرون 15 يوم. هاي وحدة. للآن أسمع تغريدات، وللآن أسمع تصريحات من بعض الشخصيات التي تحسب على الإطار التنسي، قاسي على التيار الصدري وقاسي على السيد مقتدى الصدر، يفترض لمن يريد أن من يا مستويات، لا مو لهالدرجة، حتى لو من غرائب القرية، من مو قلت أنت شيء من طرائف القرية، طرائف العرب، طرائف العرب، أي حتى لو من طرائف العرب، بس هي تحسب. يفترض أن يضبط الآن الخطاب الإعلامي، لأن تعرف تراكم القضية، أنت من تراكم الأزمة والأشياء السيئة عليك أيضا تحتاج وقت حتى تزيلها، فأنت إذا تفكر تزيلها عليك أن تضبط المجموعة اللي معاك. هكذا أنا أرى المشهد. هاي فترة إعادة صياغة بعض القوانين الحساسة والمهمة لتأثر على شكل الخارطة السياسية بعد الانتخابات القادمة بعد 3.5 سنين، فترة كلش حساسة ومهمة. تتوقع انه الجماعه ما يشتغلوها؟ الجماعه حقهم اغلبيه انا شوف يشتغلوها طبعا، بس اللي شيء مقتنع منه وطبعا يعني متابع جيد لحركه السيد السوداني، السيد السوداني يعني يهتم كثيرا بالتيار الصدري، بموقف السيد مقتدى الصدري، لذلك اول شخص سارع للتعزيه بذكرى استشهاد السيد محمد الصادق. هذا واجب، ليس جميعا، هذا واجب. اريدك تفصل لي، لا لا افصل لي بين رئيس وزراء، رئيس حكومه، مو وبين اخي مو صارت بزمن رئيس حكومه اخر، بين ائتلاف حاكم يا سادة. لا لا قصدي لا لا اسمح لي، لا لا ائتلاف حاكم بيده 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 يخلي مناصب الجيش، بيده يصوت على الوكلاء، بيده يسوي المفوضيه، بيده يسوي القوانين، بيده بيده، هذا الائتلاف الحاكم. ثانيا اللي تحكي عنه السيد السوداني، هو كل اسبوع قاعد ويا الاطار الحكيم الصيني ويفرضون عليه. اسمح لي، سنتز قبل 2000 سنه يقول القائد الشجاع يدخل 100 معركه وينتصر بها، والقائد الاشجع من العظيم اللي يدخل 100 معركه دون ان تراق، يعني ينتصر 100 مره دون ان يدخل حرب. اذا كان امام السيد السوداني النجاح في الاقتراب من الحنانه وعدم يعني شو نقول عليها، ما اعتقد اكو مشكله. لماذا؟ لا ماكو مشكله. ليش اختارون الطريق؟ ماكو مشكله بين السيد السوداني والسيد الصدر يا اخي، اكو جمهور تيار صدر، تيار صدر عنده جمهور هائل وجمهور يعني مطيع مؤدلج. التحرش به ليس مصلحه الدوله، انا هكذا ارى، لذلك السيد السوداني يعي جيدا هذه النقطه ويعمل وفقها، في حين قبل لا كانت غير شكل، كان حتى دماء سالت. لذلك يا استاذ احمد اعتقد الايام المقبله اذا بقيت كما ذكر السيد نور المالكي نحو الخير، نحو الخير. اذا راح تطمئنون انه خلال على الاقل الاشهر القادمه، خلينا نقول السنه القادمه، مطمئنين انه لا استخدام للشارع، لا نزول لمظاهرات صدريه، وخلينا نقول هذا الهدوء بالتيار الصدري وتحديدا السيد الصدر اللي ابتعد عن السياسه، مطمئنين انتم ماكو قلق بالشارع. انسحاب السيد انسحاب مسؤول مشروط بنجاح اداء الخدمات للمواطن، والسيد السوداني يجتهد على تلبيه هذا الطلب. هذا واحد. اثنين، انا وفق معلوماتي هناك رسائل دائما يتم استشارتها وارسالها الى المكتب السياسي والى السيد الصدر حول موضوع القرارات اللي تتخذ من قبل السوداني. لا يعني بان اكو مثل ما جنابك صورته شيء ائتلاف دار، لا هو هذا قاعد احكي لك، لا فصلي ائتلاف دارة الدولة يعني تحديدا الإطار، انا احكي لك حكومة، لا مو الحكومة، لا احكي لي على ذن القوانين ليش الأساسية. اذا اي شخص من داخل الإطار ومنهم السوداني اذا ما كان لديه متواصلين تواصل، متواصلين السيد بقانون انتخابات مجالس المحافظات، انا معلوماتي السيد بدمج قانوني مجالس المحافظات والانتخابات بسانت ليغو 1.9، انا المعلومات اللي عندي ما مهتمين لهذا الموضوع كثيرا. من هم التيار؟ ما مهتمين. انا اللي افتهمته من البعض الاصدقاء اللي نعرفهم اللي قيادات قالوا احنا جمهورنا ثابت واي قانون ما يهمنا.
احنا موجودين. لا معترضين عليه ومعترضين على الدائرة الواحدة، اخذها من عندي لا سنتيبه ولا يعني ممكن يقبلون 1.5 1.5 ممكن يقبلون الدوائر المتعددة. يعترضون ايش راح يسوون؟ يعني هي سالفة آراء يعني اكو لا انا متأكدة من الكلام. خلاص الموضوع صار بي يبدو اعتزال. اقول لك اعتزال دوام الحال محال، دوام الحال محال، واحنا في زمن المفاجآت يا اخي. انت ليش دائما هسه قبل الشم اقول لك مفاجاه ما اقتنعته. اقول لك ليش تقول البيت دائما البيت صار لمطيره مو طارت فيه لا يا اخوي لا صار لمطيره ولا طير فيه الطيره، راح يصير للشعب ان شاء الله اليوم وغدا بعد سنه. تاكد من النتيجه سينتصر الشعب يا شعب الشعب العراقي، الشعب العراقي. لا اقصد خليني اشكرك استاذ الاعلام والباحث في الشان السياسي دكتور غالب الدعمي، كذلك الشكر موصول لعضو مجلس النواب عن ائتلاف دوره القانون سيده عليا صيف. شكرا الله جزيلا لك. شكرا جزيلا. الشفافيه والوضوح هما الحل، هذا اللي سواه محافظ البنك المركزي علي العلاق عمليا أمام لجنة الاقتصاد والصناعة والاستثمار النيابية اللي استضافته اليوم. العلاق شرح الإجراءات اللي راح يتخذها المركزي للسيطرة على سعر الصرف، وتتمثل بالآتي: على جميع شركات الصرافة أن تستعجل بالدخول إلى النظام الإلكتروني، وهذا يحتاج أن تندمج كل 5 شركات سوى للمشاركة باستلام الدولار. طيب الشركات الصغيرة والمواطنين اللي يحتاجون تحويلات، ذولا وين يروحون إذا احتاجوا دولار؟ هنا موجودة شركة ويسترن يونيون اللي البنك المركزي وقع وياها اتفاقية، ومن خلالها يقدرون يحولون دولاراتهم. العلاق عرض نتائج اجتماعات البنك المركزي بواشنطن، وقال إن المحادثات ركزت على التحويلات الخارجية وغسيل الأموال، وصار إجماع على الاستمرار بالمنصة الإلكترونية، وأضاف إنه دخول جميع الشركات والتجار للنظام الإلكتروني الجديد راح يأخذ وقت، وهذا معناه استمرار في سوق العملة المرتبك، وبعد ما يكتمل انضمام الجميع للمنصة سيتم التحكم بالفرق بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازي. أما بالأرقام فالعلاق حكى وقال إنه البنك المركزي عنده 92 تريليون دينار عراقي جاي تتداور شهرياً، وماكو أي قرار متخذ بطباعة عملة جديدة ونقد جديد، وتدريجياً لما نقدر نتحكم بتصدير الدولارات راح نزيد المعروض منها. احتياطات العراق وصلت إلى 100 مليار دولار، منها 130 طن ذهب. بهامش هذا السيل من المعلومات البنك المركزي قرر تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، وهاي واحدة من التسهيلات اللي أعلن عنها المركزي لتوفير العملة الأجنبية، وراح يتم هذا الإجراء عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية اللي عندها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، ومن خلال تعزيز أرصدة المصارف العراقية عبر حسابات البنك المركزي لدى مصرف جي بي مورغان وبنك التنمية بسنغافورة. بس السؤال هنا، هذا الإجراء بالذات موافق عليه الفيدرالي؟ ما راح يزعج الأمريكان؟ هاي ما راح نقدر نفتي بيها. هذا الملف راح ناقشه مع الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي مصطفى أكرم حنتوش. حياك الله استاذ مصطفى. اهلا وسهلا استاذ احمد. حزمة اجراءات اليوم حتى التقرير يا دوب قدرنا نجمعها كلها، اعلن عنها السيد علي العلاق ولقاءه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار. شنو رايك بها وشو تاثيرها على السوق وعلى ازمه الدولار؟ ده ترى حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقه احنا منتظرين هذه الحزمه بعد الحزمه الاولى اللي زيدت قاعدة العرض، كنا نبيع تقريبا 80 إلى 90 مليون دولار صار 104 110 بالطبيعي. هسه القفزات مثلا 204 او مثلا 300 هاي بسبب دخول التي بي اي في بعض الاحيان اللي هو بنك الحكومه لوزاره التجاره يستورد لوزاره الصحه فتصعد الصفقات، اما الطبيعي لا تقريبا 100 110 هذا سقف مالتنا. حزمه جيده اللي صدرت هي يعني بها فقرتين مهمات اللي هن راح اعتقد راح يسوون فد اختلاف بالسوق. الفقرة الأولى
سمح للتجار انه ما عنده اجازه استثمار والاجازه استيراد عفوا ولا عنده غرفه تجاره، بس يجيب لنا فاتوره حقيقيه، يجيب لاحد المصارف فاتوره حقيقيه، مصارف الخاصه يا سقف اي يعني سقف المبلغ يعني اي سقف بس فاتوره فاتوره حقيقيه طالعه من شركه حقيقيه عبر مصرف مراسل يعني معتمد من قبل الفدرال الامريكي وليس بلاك ليست، ويجيب الفاتوره هاي اللي هو طلبها لقرض الشراء يزود بالحواله او الاعتماد المستند اللي يريده. يا شو كان السياق لا اما يجيب غرفه تجاره طبعا غرفه تجاره انت تعرف اجازه وبلف وغيره، التاجر الصغير ما عنده غرفه تجاره او يجيب لنا كان مسجل شركه. هذا تتوقع راح يفرق بالمعروف راح يفرق بالمعروف. كثير من التجار اي كثير من التجار راح يتوجه. الثانيه شنو المهمه؟ الثانيه اللي هي موضوع الصين. الصين احنا نشتري منها بالدولار ليس باليوان الصيني. يبدو ان الفدرالي الامريكي يعني بدا عمليه حتى حصر ال 19 18 مليار دولار ياخذها الصينيين من العراق كتبادل التجاره راح يخليها يمه. بعد ماكو تتفق ويا الصين بالدولار لا تتفق باليوان الصيني وما يعادله بالدولار. احنا ما عندنا يوان خلي يكون واضحه ما نمتلك هاي العمله. بنتعاقد ويا الصين بما يعادل هالقد عندي دولار في العراق عندنا دولار تاجرنا عنده دولار بنك مركزي عنده دولار زين شو نسوي؟ عندنا حالتين الحاله الاولى انه تفتح المصارف اعتمادات باليوان الصيني زين. مصارف سوى عمليه شراء اليوان الصيني دولار مقابل يوان صيني زين هاي المصارف اللي عندها الاعتماد وهي قليله في العراق. الحاله الطبيعيه اللي هي حتمشي عليها الكل عن طريق مصرف جي بي مورغان هذا المصرف اللي هو تابع للامريكان زين نعطيه الدولار وهو يعطي للصين شنو يوان صيني او يعطيها دولار بالاتفاق. اذا اعتقد ان التجاره مع الصين اصبحت مخنوقه بجي بي مورغان يعني لو يعطيهم دولار لو ما يعطيهم يعطيهم يوان صيني هنا الصين هنا راح توافق يعني احنا خايفين من ارتفاع هامش قد يكون السلع. تعرف حضرتك الدولار عملة حتى للتاجر الصيني حتى للمصنع الصيني مرغوبة فأنت من راح تتفق وياه بالدولار وتعادله باليوان قد يطلب هامش أعلى. خلينا نعرفها أكثر للمشاهد. إذن هذه الخطوة هي التقييد للتجارة العراقية الصينية تقييد الدولار اللي ساهم بهاي التجارة بالضبط. طيب. ويبقى يم الفدرال الأمريكي يم جي بي مورغان يم جي بي مورغان لو ينطيهم يوان لو ينطيهم دولار بالضبط. طيب. هو بعد يتفق وياه وإحنا نعرف الصراع التجاري الأمريكي واعتقد من باب خنق الدولار على الجانب الصيني زين لان هم عندهم مؤشرات انه يذهب بعضه نجي فيما يخص الخطوات الابسط اللي تخص خلينا نقول صغار الشركات شركات الصرافه وغيرها. هنا دمج كل خمس شركات سويه نعم ودخولها الى المزاد بالضبط. وثانيا الويسترن يونيون كنافذه اخرى. ويسترن يونيون هي موجوده لكن هي كانت التحويلات الشخصيه يعني انا اقدر احول لغايه 5000 دولار هسه صارت لغايه 7500 دولار هسه التحويل ما كانت للحوالات. هسه البنك المركزي حتى بالحزمه الاولى بس هسه اعطاها تعليمات اكثر فتحها للحوالات اقدر عن طريق ويسترن يونيون اسوي حواله بس طبعا تخضع لمنصه فلتر بس هي مشكله ويسترن يونيون هي ترى هذا تناسبا مع ثقافه التاجر فتحها هو اغلى ترى من الاعتماد والحواله يعني كتكلفه تكلف اكثر. ايش قد ممكن الحوالات تصل؟ يعني ماكو سقف له هو ويسترن يونيون هو اللي يحدد. لا اي حواله يعني جد تريد مليون دولار 5 مليون دولار وناخذها على سعر 1320 ياخذها ويسترن يونيون بس الحكي انه يكون ضمن منصه فلتر جيب فاتوره والفاتوره هاي صحيحه يدققها الفدرالي عبر المنصه إيه مالته تدقيق اي بس هو ايضا تدخل منصه وتدقيق بس عن طريق مصدر نعم. مصدر الاموال والمستفيد الاخير هاي كلها لازم مال غسيل الاموال وفاتوره تجيبها وسوى عبر مصرف مراسل حقيقي والشركه تكون تستورد منها حقيقيه زين فاذا هذه الحاله راح تكون يعني موجوده هي راح تطبق بس ما راح تكون فقط لحوالات الشخصيه حتكون لعده حوالات لكن احنا بهالمرحله بلد دخلت ازمه جديده بالاضافه لازمه السيوله الدولار زين احنا هسه نبيع 110 مليون دولار احتياجاتنا مع التجار الصغار عندنا 180 مليون دولار احتياج اكو فرق 70 60 مليون دولار هذا اللي يسبب هذا الارتفاع بالسعر. سبب هذا الموضوع هو اكو تجاره مع ايران مع سوريا موجوده هاي التجاره وصغيره زين هذه التجارة غير منظمة لأن الأمريكان مانعين العملية أنك تحول لإيران تحول فيصير عملية تهريب هذه واحدة. التاجر الصغير شو يسوي كان سابقا يتصل باب الصيرفة أريد من هي الشركة حاوية بهيج موضوع هذا عنده حسابات معززها
يحول له ذاك يدز البضاعة، هذه انتهت العملية. لازم أكو شنو؟ ماكو حساب معزز مباشرة، لازم أكو فواتير. فاللي قلت حضرتك اللي هي، وحتى التجار العراقيين يوم أنا كان عندي يعني صراحة لقاء مع بعض التجار، قالوا يفترض هسه أن تؤسس شركات استيراد خاصة بالتجار الصغار، مو هم مالتهم. يعني أنا تاجر صغير استورد بالسنة $50-$60,000، أنا أسس شركة وأدخل بهالسالفة؟ لا، أطلب من هذه الشركات الاستيراد. هذه الشركات عملية تثقيفها أسهل. واضح. خليني هنا أوقف يم عبارة السيد على العلاق، يقول سيستغرق دخول جميع التجار والشركات والمصانع النظام الإلكتروني الجديد وقتا. يعني شغلة مطولة إذا أفراد مطولة، أي لكن إذا معناها الأزمة مطولة، معناها أنه يجي دولار معروض شرعي مدقق داخل منصة موجود متداول بالسوق، شغلة راح تطول. راح يبقى هذا الفرق، وراح يبقى عدم تداول بالسوق. تروح على ابو الصيره فيقول لك اشتري منك 132، ومن اللي يبيع لك يقول لك ابيع لك 155. هاي ازمه وماكو احنا خلقنا، وراح وراح يبقى تبقى الاجهزه الامنيه تلاحق حتى اللي شايل $1,000 اليوم، حتى واحد يخاف يطلع دولار بالسوق. اي هذا غلط. احنا الدوله العراقيه الفدرالي سبب لها ازمه السيوله، بدها تحاول تعالجها. ايش قمنا سببنا لنفسنا؟ ازمه تداول. الاقتصاد ما عالجه بالامن، هذه الحالات البوليسيه مو صحيحه. هسه شنو اللي صار بالسوق؟ الصرافات كلها خايفه، المحلات كلها خايفه، التداول البسيط المنع. زين، ما حد يخاطر بنفسه تعال وطوب وما ادري شنو دفاتر. زميلنا حسين، شباب حسين راح الاربيل، نعم، بالسيطره نعم على الغالبيه، ما اعرف والله ما اعرف سيطره بالطريق. زين، شايله $7,000 70 ورقه، يريد يروح يشتري سياره ولزموه بالسيطرة، وين مودين يا فن. زين، هذا ايش خلق استاذ احمد؟ مو حسين وين حسين؟ ايش خلق ازمة تداول. انا هسه عندي دولار، سعر الدولار مو 1500 1048 بالسوق، 148 اريد اروح ابيعه، ما حد يشتري من عندي الا 132، ما حد. بينما انا اي دولار بالتواسي اروح ادور واسطات عم تشتري ب 150. هاي ازمه تداول احنا خلقناها باجراءات. هاي اذا تخف ازمه التداول ايضا يمكن تاثر اهون راح ينزل سعر الصرف. فبالتالي الحكومه يجب ان تفصل بين الحالات البوليسيه والحالات الاقتصاديه. السوق هو متذبذب طبعا، راح يبيع. خليني ويا هاي العباره الرائعه خليني اختم وياك. الباحث بالشان الاقتصادي والمالي مصطفى كرحان، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا صراحه. المكون التركماني بالعراق هو المكون الثالث بعد المكون العربي والمكون الكردي، لكن طالما من يعني يشكون دائما من تهميشهم وغيره وعدم أخذهم المناصب اللي يستحقوها قياسا بحجمهم داخل العراق، ونوابهم مجلس النواب ما شاء الله سطروا ورقة مال المطالب يردون يكوشون على الدولة كلها من جديد. أستاذ رشيد مثل ما هم يكوشون. حياك الله أستاذ رشيد، ناقش هذا الموضوع وياك. بس أباوع، منصب نائب رئيس جمهورية، منصب نائب رئيس مجلس وزراء أو وزارة سيادية، منصب وزاري المكون التركماني، منصب رئاسة ديوان الرئاسة، منصب نائب الأمين العام، سوونا تل عفر وطوس خرماته محافظات، انطونا منصب محافظ كركوك. ليش تجيبوا هاي؟ من يحقكم اياها حقيقه يعني؟ وانتم ضيعتوا حقكم وراء 2003، انتم ضيعتوا. التركمان الشيعي راح شيعي، والتركمان السني راح ويا السنه. السني ماكو يعني ما نختلف، ازعل السنه والشيعه. اي
شنو هاي المطالب؟ شكرا جزيلا، حياك الله، وأشكرك أيضا لتسليط الضوء على هذه القضية. حقيقة العراق يعني وتحديدا هاي الحكومات وصلوا الشعب العراقي إلى مرحلة بحيث قد ما لا تكون قاسي وياهم، قد ما تكون مؤذي معاهم ما ينطي لك حقك. كل ما استخدمنا صفة الوطنية وصفة الولاء للوطن كلما غلبت على أمرنا بشكل قاسي من قبل هذه الأطراف السياسية. فلذلك لو تشوف المطالب كثيرة، لأنها ما ممكن إحنا نحصل على هذه المطالب إذا ما نقسي عليهم وما نطلب أكثر. وتعلمنا السياسة بيش تقصر عليهم؟ بيش تقصر عليهم؟ تعلمنا تركمان حبابين ما يقصر، لا هم قاسين علينا، هم قاسين علينا بحيث أنت من واحد يكون قاسي عليك أنت مبلغ. هذا الحكي استاذ رشيد هسه غير مفاوضات تشكيل الحكومة، لا تفاوضنا بالحكومة موجود هذا الشيء كلها، مو بهسه أثناء تشكيل الحكومة سواء كان مع التيار الصدري بعد ما صار ائتلاف إدارة الدولة. لكن اللي صار في ائتلاف إدارة الدولة ما كان هنالك مشاركة للقيادات التركمانية بالبداية في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة. ليش؟ لأنهم هم خلصوا كل شيء، يعني الإطار التنسيقي والسنة والكرد أنهوا كل الملفات واتفقوا على الملفات الخدمية لحكومة السيد السوداني، واتفقوا على الورقة السياسية اللي أكثر شيء مؤذي لنا في بعض البنود. فبعد بالأخير دازين على رئيس قائمة جبهة تركمان العراق تعال وقع. زين اللي يريد يوقع على مذكر غير يقرأ غير يطلع عليه غير يكون مشارك في الصياغة، مشارك احنا هذا ما كان مشارك حتى في الاجتماعات ما كانوا يدعون. المن تعزوه هذا؟ المن تعزوه يعني هم بده يريدون؟ لا لا، لا لا ضعف التركمان، الضعف السياسي للتركمان، لا لو لا لو تعزوه لا. انا اقول لا لك شنو ليش العزيم؟ انه هم ما يريدون يطلع عنصر قومي ثاني بالعراق، يريدون يبقى فقط الكرد عنصر قومي ويبقى السنة والشيعة مكونات طائفية. هم ما يريدون بعد يطلع عنصر قومي، ولذلك لو ما إصرارنا لو مو انتقادي أنا بالذات ما كانوا يدعون قيادات التركمانية إلى الاجتماع. حاليا دا يدعوهم، لكن شلون ندعوهم بعد ما انتقدناهم، بعد ما قلنا هذه راح تكون سيئة عليكم وعلينا إذا ما تدعونا، خلونا نكون بالصورة. ولذلك قاموا يدعون هسه إلى الاجتماعات في ائتلاف إدارة الدولة. فالسبب الحقيقي تكمن في نفسية ائتلاف إدارة الدولة ما يريد يطلع عنصر قومي تركماني تمثل تركمان العراق. سعد رشيد الشغلة مو بس بتشكيل هاي الحكومة، اي من 2003 لحد بال 2010 قبلها كان عندنا تمثيل قومي وكان عندنا ايضا وزراء اخرين. المساله مو بالوزراء، يعني انا اذا اخذت وزاره ما راح يحصل شيء، بس احنا نريد مشاركه بالقرار السياسي على البند الاول. هسه في مجلس الوزراء المطلب الاول الشراكه بالقرار السياسي والسيادي في الدوله العراقيه كمكون ثالث بما ضمنه الدستور العراقي. هسه القرار السياسي وين؟ القرار السياسي عند الشيعة والسنة والكرد. يعني ما موجود في اشراك القرار السياسي، يطلب من عندي كل شيء، يطلب من عندي تضحيات، يطلب من عندي شهداء، يطلب من عندي كل الواجبات الملقاة علي لكن ما يريد، ما يجي من قلبه. هذه نصيحتنا، نصحناهم اكثر من مره، يبدو انه ما راح تفيد وياه. عدد التركمان بالعراق يوصل الى 2 مليون اذا اذا اكو وضع مستقر والتركماني يحس انه اذا يكتب نفسه تركماني. انا اقول لك 3 ملايين بالزايد، هذا عندك تلعفر اللي هجرهم الوحده تقريبا نص مليون، تلعفر لوحده نص مليون. بس انت التركماني من يستغلون ارضه، من يقتلوه، من يبعدوه، من يقصوه، شلون يقدر يكتب نفسه تركماني؟ مع ذلك احنا وجودنا ما ممكن تكون اقل من مليونين ونص مليون حاليا ونص. حالي نعم اللي مسجل، يعني خلينا نقول اللي ممكن لو صار عندنا حقل بال البطاقة، انه حق البطاقة القومية، نعم يصير عندكم 2 مليون ونص تركماني. يعني انا اقول لك قلت يعتمد على هسه احنا ليش وليش تركماني يخاف يقول انا تركماني؟ لا ليش نريد ليش يخاف؟ انا اقول لك اذا قال تركماني ارضه لحد الان ما يرجع له، ارض الزراعية ماله، اذا يقول تركماني اي مناطق التعيين في كركوك وطوس خرماته لحد الان اراضينا ما راجع الا من 40 سنة أراضي تعود لملكيتها للتركمان. من يقول تركماني تعيين أقل، الكردي والعربي يتعين، الإقليم يتعين، العربي السني يتعين، العربي الشيعي يتعين، هذه كلها تأثر. ما موجود بالقرار السياسي، ما موجود عندك في رموزية الدولة، ما موجود في مجلس الوزراء، ما موجود في يعني
الوحيد اللي عندنا فقط مجلس النواب وتمثيلنا النيابي فقط في مجلس النواب. لوبيدهم هم يأخذون علينا، يأخذون حصتنا وينطوا للآخرين. إيه بس أنا سمعت السيد رئيس الوزراء قبل ما يكلف، قبل ما يكلف سويت وياه حوار. نعم. كان يعني لقاء جانبي. صح. كان مهتم جدا بتمثيل التركمان وقال راح نعطيهم وزارة سيادية. إيه ما أنطى. ليش؟ الدفاع المن. ما خلوه. الدفاع المن. لا الدفاع احنا نتشرف بالرجل اكيد تركماني، ولكن مو من حصة التركمان، من حصة انت حصتك قائمة الحصة. لا هي حصص شنو هم حصصهم؟ رجال العبار. لا لا رجال نتشرف به احنا تركماني، بس هو من هي حصص لولا كلنا نعرف هذا حصة تركماني. يعني ليه راح مثلا على تحالف السيادة، صار جزء من تحالف السيادة مثلا او من عزيم او لا طبعا لا. ليش لا هو تركماني؟ لا احنا ما ممكن نختلف على هذا الشيء. الرجل معود، لا تقول هل جزء ياخذون الوزارة من عنده. بالعكس رجل تركماني، كان مع الوزير ثابت العباسي، استاذ ثابت اخ عزيز، لكن نتشرف به احنا. بس هذه اذا نريدها حصص، لا كل واحد عنده حصه، حالي حال الاخر. اي لا تردون حصه، قول ليش لا. اي تردون حصه ليش لا. اي يعني لي خلينا نقول القاده السياسيين تركمان تردون مناصب نقول للتركمان إلنا، لا شخصنا لشعبنا لناسنا. اخواني صار لي 4 دورات، ردت في يوم من الايام الي شفتني في يوم طالب منصب وزاري، اكثر من منصب وزاري اجى الي، أنا طرحت للآخرين وما أخذت وزارة، هسه هم لو يجي وزارة أنطي للآخرين. لكن تمثيلنا القومي، أنا أريد مثل الكردي ما ممثل يكون التركماني ممثل قوميا في مجلس الوزراء. هذا اللي إحنا نريده. شبيه مو فد شيء بتسوير نفس الشيء، تمثيل القوم للسيد وزير الدفاع قومي ممثلة. بس تردون لا كحزب، لا كحزب لا تردون انتم كحزب، احنا كحزب كجبهة تركمانية تردون لكم لكم ايش اكو بيها؟ اي تركمان ممثلين ايش اكو بيها؟ حتى كجبهة حتى لو في مؤسسات اخرى. اي يعني بدرجة نعم. وكيل ومدير عام عندكم. وين عندنا؟ الوزارات كلها ما بيت ولا حول هالدرجة. يلا خلينا نحسب. بارحة طلع عندنا بعد زيارتنا السيد رئيس الوزراء انطونا وكيل وزير البلديات والإسكان والإعمار. من مجموع 6000 مدير عام عندنا فقط مدير عام الدراسة التركمانية. كاك بنجين ما راح ينطي صلاحياته. لا كاك بنجين رجل مهني زين معروف بمهنيته. من مجموع 6000 مدير عام عندنا مدير عام الدراسة التركمانية فقط. لو بيدهم هذاك هم يجيبون فد واحد من قومية مرة أخرى. لمن تعزو السبب؟ السبب أنا ما أدور الأيديولوجية. لا الأيديولوجية الموجودة لا دخلتم بعد 2003 يعني مشتتين. هذا ممكن دخلتوا مشتتين هذا ممكن. أنا أقول لك ممكن كتركمان. نعم هذا ممكن. زين أقعدكم من يعني نعم المذهب عنده أعلى من القومية. هذه عندنا أنا ما أقول لك صارت ممكن. إحنا بالنسبة إلنا كممثلين لأطراف قومية أنا دائما أقول يهمني القضية القومية التركمانية بامتياز. لا حد يخليني لا في البوتقة الطائفية السنية ولا في البوتقة الطائفية الشيعية. الشيعي والسني خلي يأخذ حقه، بس لا يجي يوديني إلى هذا الطرف. نعم حصل ما حصل هذا الأمر، ولكن إحنا رافضين كقيادات قومية في الجبهة رافضين هذا الأمر، ونتمنى أنه نحافظ. بس من أجي هسه أحسب مثلا أقول أنه خلينا نقول الإطار طيلة هاي السنوات هسه اسمه الإطار ائتلاف عراقي موحد، الآن وصل الإطار دائما التركمان ممثلين عنده وزارات مهمة. يعني هيئة الحج مو تركماني كان؟ اي ما يخالف. وزير الشباب مو 8 سنين تركماني. نجي على الجماعة الكرد دائما البارتي دائما يجي ممثل تركماني يصعده وياه. هذا البارتي اللي تحكي عليه. يلا هذا ما راح نناقش به هواية، بس أنا أقول والسيادة أعطاكم وزارة السيادة. شوف الأخوة الأحزاب الإسلامية الشيعية من ينطي وزير تركماني وزارة الشباب شيء طبيعي. الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جزء رئيسي. والعراقية سبق انطت وزارة الزراعة أيضا. لا احنا أخذنا يعني وزارة ممثلين. لا مو انت خليني أنا أخذ حصتي. هسه أنا أقول وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب دكتورة هيام من أخذناه كسنة لو كشيعة أخذته كتركمان. شفت هذا اللي أريده أنا تركمان. إيه وهم جاتكم شغلة يا جمال مال وزارة المالية وكالة أنها ما أخذت. نعم ما خلونا. زين قبلها في 2010 من أخذ وزارة الدولة لشؤون المحافظات أخذنا كتركمان.
احنا هذا اللي نقصده. حاجتنا خلونا احنا نتصرف به، لا تودونا الى الاطراف التي تؤثر سياسي. على نسيجنا الطائفي. الرساله واضحه يعني. النائب ارشد الصالحي الان مو رئيس الجبهه، الاستاذ حسن رئيس الكتله. رئيس الكتله شباب، رئيس الجبهه الاستاذ حسن. لا لا لا، ليش كاتبينيتي؟ لا انا هنا كاتبين رئيس الجبهه التركمانيه، رئيس كتله التركمانيه. نائب ارشد الصالحي، شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا لكم، نشوفكم الاحد ان شاء الله.